مساء الخير عليكم اصحاب الهونداي، اصحاب الكيا. هذا المكان اللي بسوي له الان تغطيه، هذا انا عميله من سنين. قطع الغيار حق الهونداي شهد الله ما اخذهم الا من عنده، مؤسسه عبد العزيز الحبيب، ما شاء الله تبارك الله موجودين من عام 97، يعني لهم الان اكثر من 24 سنه. موقعهم وين؟ تركيا الصناعيه، هذا شارع عمار بن ياسر مقابل التليماني. مكان تلقوا عند احتياجكم مال قطع الغيار وبأسعار تنافسية، يعني من نوع اللي ألف في السوق، هذا لقيته أقل أسعار. بالإضافة طبعا عندهم قطع غيار لسيارات صينية، وموزع معتمد حق شانجان وام جي وجاك وجيلي وهافان، وعندهم خصومات نشوفها سوا. عافية أبو فيصل. الله يعافيك. الآن كل القطع، وش القطع الموجودة عندكم بشكل عام؟ يعني المتوفرة عندنا هونداي وكيا وموزعين معتمدين لكذا نوعين من السيارات الصينية، مثلا شانجان، ام جي، هافال، جاك، جيلي. طيب قطع الغيار الان اللي موجوده عندكم فقط الاستهلاكيه ولا حتى القطع الميكانيكيه؟ لا، الاستهلاكيه وقطع الميكانيكيه وقطع ايضا البديء، ولا مو متوفر نوفر للعميل. بس ما تاخروا يعني؟ لا ما نتاخر، اذا كان موجود متوفر عند الوكاله نوفر للعميل. ما شاء الله انتم طبعا مشهورين بموضوع الاسعار فيصل، ما شاء الله تبارك. يعني خلينا نشوف الاسعار سوا، يعني الاشياء الاستهلاكيه، القماشات، هذا قماش السياره هذه؟ هذا قماش اكسنت 2012 ل 2018 اصلي طبعا، اصلي وكاله طبعا. حلو، سعره سابقا كم وحاليا كم؟ سعره سابقا بيع ب 220، الان ب 180 ريال. 180 ريال شامل الضريبه. مع الضريبه يا جماعه، والحلو ان سيارتك باي ورشه، يعني القطيف، الدمام، ضواحيها، سيارتك في اي ورشه هم وصلوا قطع الغيار الى الورشه مجانا. فيصل معليش، هذا حق الانترا من 2016 الى 2018، سابقا البيع 245 والان 220، 215. 215 واللي بعدهم دليل، وهذا القماش حق سوناتا، سابقا البيع 260 والان 220 شامل الضريبه. قل الاسعار يا جماعه تلقونها موجوده عندهم هنا. قطع الغيار حق الهونداي راح يكون عليها خصم 32%، هذا العرض راح يستمر من اليوم إلى تاريخ 10 يناير 2022. شانجان عندهم قطع غيار شانجان مثل ما قلت لكم، هذه القماشات كم أسعارهم هاتين؟ هذا كانوا قبل الخصم نبيعهم 240 ريال شامل الضريبة، والآن 215 ريال شامل الضريبة. قماش أمامي CS 35. تعالوا يا جماعة، تعالوا حق الهونداي، حق الجاك، حق الهافال، حق الجيلي، تعالوا أقل الأسعار بتلقوها عند الحبيب. طبعا عندهم الزيوت الأصلية وبأسعار تنافسية، ما شاء الله تبارك الرحمن، المكان مليان قطع غيار يا جماعة. طبعا بالنسبة للشانجان والإم جي والجاك والجيلي راح يكون عندهم خصم من 8 إلى 10%، طبعا هم بدون الخصم أسعارهم تنافسية. إذا كانت سيارتك من السيارات اللي ذكرناهم في الإعلان، سيف الرقم هذا عندك، أي وقت راح تحتاج قطع غيار دق عليهم وسعر عدهم، عجبك يوصلوا لك قطع الغيار وين ما كنت. حبيت تشرف في المكان، الله والنبي يحييك.